بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس ابتدائي، عاملين إيه؟ ده آخر درس موجود في الوحدة الأولى، يونت 1 ليسون 4 أند 5. طبعا العنوان بتاعنا بيتكلم عن جرين سيتيز، أم مدن الخضراء. هنقرأ الكلمات، هي كلمات بسيطة جدا. كابشن معناها تعليق، ديستانس مسافة، تون نغمة، كاسل قلعة، إيرو معناها سهم، برودش كلمة اسمها برودش معناها عصيدة أو حذاء الشعير، ميدس معناها مروج أو مساحات خضراء، سكوتش فود الطعام الاسكتلندي، بوت يضع، تراديشن تقليد. فاينالي نهائيا، سكويرز ميادين، ايج حافة، ورم دافئ، سوفت ناعم. اكسبيشن ستايبيات بقى، on the other side of على الجانب الآخر من، how are things with you كيف تسير الأمور معك. المهم ده عندك الريدنج بتاعنا بيتكلم على زي ايميل من واحد عايش my new life in Scotland، عايش في مدينة اسكتلندا. How are the things with you؟ كيف تسير الأمور معك؟ I am finally in Scotland with mom, dad and Hani. أنا أخيرا في اسكتلندا مع أبويا وأمي وهاني. مين هاني؟ معرفش. It's really interesting، حاجة شيقة جدا. Our apartment in the city center، شقتنا في منتصف المدينة يعني في وسط البلد. Just next to a really cool park called the Meadows، هي جنب حديقة كبيرة بتسمى الايه، المساحات الخضراء. It is on the third floor and the park is on the other side of the street، هي شقته مان في الدور الثالث والحديقة دي بتكون على الجنب الثاني، يعني هم واخدين الشقة بتاعتهم بتبص على الجنب الثاني من ايه، من الحديقة يعني. So we have a great view over the trees، عشان كده ما عندهم منظر جميل من الأشجار يعني. People use the park a lot for sports and meeting friends، الناس بتساهم كتير جدا الحديقة كنوع من الرياضة، وكمان الناس بيقابلوا فيها أصدقائهم. So there is always something to see there، هناك في أشياء شوية جدا ممكن تشوفها. In the distance في المسافة، we can see the famous Edinburgh castle too، ممكن نشوف كان قلعة اسمها Edinburgh هناك. I like Scotland but there are lots of things I miss about Egypt، في حاجات كتير جدا مفتقدها في مصر. The warm sunny weather، الطقس الدافئ عندنا. It's never hot here، الجو عندهم هناك ما بيبقاش حار خالص. And especially the food، خصوصا الأكل. Scottish food is ok، هو أكل كويس، but Egyptian food is better، لكن طعام مصر أفضل. For example، على سبيل المثال، for breakfast a lot of Scottish people eat broodish، في الفطار كلهم معظمهم بيفطروا حاجة اسمها الحساء الشعير. ده بيتكون من ايه؟ they usually make it with milk، بيعملوه باللبن. And they sometimes put honey on it، أحيانا بيحطوا عليه عسل. But I don't really like it بوش، I really miss my favorite Egyptian breakfast، فول مدمس. هو بيحب الفطار بتاعنا اللي هو بيحب الفول المدمس اللي هو الفطار بتاعنا. The people here are nice and I have a lot of new friends at school، الناس هنا كويسة وعنده أصدقاء كتير جدا في المدرسة. I often go to my friend Rohana house after school، بيقابل كان بيروح هناك لبيت زميلته أو زميله في البيت بتاعه بعد المدرسة. We study together and sometimes we watch TV in English، وكمان بيقابل يقعدوا يذاكروا مع بعض ويتفرجوا على التلفزيون بالإيه، أحيانا كده يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون بالإنجليزي. Please write back soon and tell me all the news from home. Lots of love, دنيا. تقول لها كمان انا يعني اتمنى تكتبي لي، ارجوك تكتبي لي في اقرب وقت ممكن وقولي على كل اخبارك، كثير من الحب، دنيا. تعال نحل بقى الهوم ورك. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one، you can watch shows at the، ممكن نشوف شو يعني عرض او شوز عروض في السيتر المصري. نمبر 2، from the apartment من الشقة، we have a great view، عندها منظر جميل. نمبر 3، life in cities، الحياة في المدينة isn't quiet، ليست هادئة. It's noisy، ضوضاء. نمبر 4، no art is popular food in Scotland، طعام مشهور عندهم بردش. طيب read and complete the next with the words in the box، side يعني جانب، view يعني منظر، زي ما تجمع الأول view يعني منظر طبيعي، news أخبار، floor أرضية، apartment شقة.
طيب we live in a big, اكيد طبعا a big apartment, بيعيش في شقه كبيره. نمبر 2 on the third, الثالث يعني ثلاثه اكيد في الدور الثالث floor, يبقى نمبر 2 مش 3 يا ناس. نمبر 3 there is a big park on the other, هناك حديقه كبيره في الجانب الاخر other side. نمبر 4 we have a great نقط from the balcony view, عنده منظر جميل من البلكونه. نمبر 4. طيب رقم واحد بقى نخش في السؤال بتاع الكوريكت ثغرات. هاو ار ثينكس ويز يو, معناها كيف الاحوال معك. رقم 2 اي هاف, انا امتلك, طبعا اربع شويه عشان ايه عشان شايف انا كده. اي هاف امتلك a lot of, الكثير من الفريندز at school, ده الكثير من الاصدقاء في الايه في المدرسه. نمبر 3 our apartment شقتنا is in, بتكون the city center, في منتصف المدينة. نخش بعد كده في الجامعة we really, طبعا هتبقى have مكان has عشان دي جامعة we بتاخد الجامعة have. نمبر 2 هنعكس الكلمتين هتبقى are always, نجيب الفعل المساعد الأول are always وليس always are. نمبر 3 هنضيف اس للفعل it really rains عشان ده ات بنضيف اس في فعل زمن المضارع الايه البسيط. نمبر 4 اسمها هاو ايه, زي ما حد بيقول مثل اسمها هاو اوفن من غير ما انت تقرا الجمله, اسمها هاو اوفن يعني كم عدد المرات, بيقول لك هاو اوفن كم عدد المرات do you go to the dentist, بتقعد فيها للدنتست طبيب الاسنان, قال له twice or a year, مرتين في السنه. نمبر 5 we always, طبعا we هنشيل اس من فعل تبقى work. نمبر 6 اسامه usually مكان كلمه جو هتبقى جوز عشان اسامه ده مفرد. نخش بعديها هتبقى اي, الاي هنا هتبقى كابيتال وطبعا ايجيبت مع طالع زي الفل مفيش اي مشكله, نحط في الاخر بقى فول ستوب نقطه. طيب تعال بقى نحل بقى جنرال تيست, التيست بقى العام على الوقت دي عشان يبقى كده خلصنا من الوقت دي بالكامل. تشوز ذا, طبعا نسيبنا دلوقتي من سؤال ليسن, تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي سي ودي. نمبر 1 ذا ريلوي لاين از ا روت فور, اكيد طبعا ايه الترينز القطوره السكه الحديدي بتكون القطر. نمبر 2 وي دونت يوز, لا نستخدم الايه الكيميكالز المواد الكيميائيه. نمبر 3 ذير از نوثينج ان ذا باج, مفيش حاجه في الشنطه, ات از امبتي, انها فاضيه. نمبر 4 ذي بريفير, هم بيفضلوا تو ايت, ان هم ياكلوا ناتشرال اند اورجانيك فود, طعام صحي او طعام اورجانيك طبيعي. نخش بعد كده في السؤال الثاني, اريد ان كوميز تيكس ويز ذا ووردز ان ذا بوكس, فولنتيرز متطوعين, ماركت سوق, تومورو غدا, جرين اخضر, فيجيتابلز خضروات. نمبر 1 ذا كوميونتي جاردن از ا بيج, اكيد طبعا ا بيج ايه ا بيج نقط سبيس, يبقى جرين سبيس ساعات خضاء كبير. نمبر 2 ذا بيبل هو ورك, طبعا بمشي بالنقط بشويه, ذا بيبل هو ورك زير اول ار اول, كلهم ايه هناك متطوعين فولنتيرز. نمبر 3 زي جرو, هم بيزرعوا نقط تو ايت, بيزرعوا عشان ياكلوها, بيزرعوا اكيد الفيجيتابلز خضروات. نمبر 4 زي سيلزم ان ذا, بيبيعوها فين في الماركت السوق. القطعه نقرا اوام, last year السنه اللي فاتت we visited our uncle in New York, زار عمهم في نيويورك. My uncle's apartment is on the 17th floor, في الدور 17, قطعه في الدور 17. There are a lot of green spaces in New York, هناك في مساحات خضراء كبيره. I went to the high line, رحت خط السكه القديم. The high line was a railway line, خط السكه القديم سريع. But the trains stopped using it. القطوره ما بتمشيش هناك. The high line is a very wonderful, رائع جدا. Please, when you walk through it, لما بتمشي من خلالها, you can see artworks, watch a theater performance. كمان ممكن هناك تشوف وانت ماشي هناك تشوف اعمال فنيه وتشاهد الايه بنسميها عروض المسرح. Eat delicious food or hang out with your friends. ممكن كان تاكل طعام صحي او طعام جميل لذيذ وكمان تتمشى هناك مع اصحابك. There are lots of different restaurants in New York, هناك الكثير من المطاعم هناك في نيويورك. But I think the food this is more delicious in Egypt,
ولكن الطعام بيكون افضل وطعمه احسن في ايه في ايجيبت. نحل بقى. choose the correct answer from A B C or D. number one, my uncle's apartment is on the, اكيد طبعا لك ايه 17. number two, the underlined word beautiful. beautiful يعني معناها ايه amazing, رائعة. number three, Egyptian food is more delicious. الطعام ده اكثر لذاذة. what was the high line, ايه هو الهاي لاين, تعال ندور على الهاي لاين اهو. قال لك the high line was a railway line but trains stopped using it. ادي الاجابة ايه. number 4, دي طبعا number 4 مش 3, لما تمام بس number 4. number 5, what can you see when you walk through the high line, اللي انت ممكن تشوفه انت ماشي هناك في الهاي لاين. طيب قال لك اهو when you walk through it you can see a lot of our art works, watch a theater performance, eat delicious food or hanging with your friends. دي الاجابه رقم 5. نخش بعد كده في السؤال الرتب رقم 1 هتبقى what do you على طول. what do you do what do you usually do, ماذا انت عادة تفعل on the weekend on weekend على طول زي ما هو كاتب. number 2, my brother اخويا الويز از الويز على طول. my brother is الويز هو دائما, تعال نشوف دائما ايه late for work, بتأخر للشغل late for work. number 3, نيويورك يورك is نيويورك بتكون very noisy all the time, very noisy all the time, كل الوقت ضوضاء في كل الوقت. طيب نخش على كيف السؤال اللي بعديه, زي هتشيل اس من فعل يبقى زي كولكت. طبعا اللي عاوز يرجع على زمن المضارع البسيط يبقى يرجع عن طريق بقى الايه في الياتي الثانيه. طيب نمبر 2, نمبر 3, this not us understand, this helps us, بيساعدنا عشان this is مفرد. صايب بنك تويشن نعمل الدي كابيتال, وفي الاخر طبعا هتعمل ايه فول ستوب, اعمل استفهام, انا اسف كويتشن مارك عامل استفهام. نخش بعد كده في الايميل. طيب write an email of 50 words to your friend احمد telling him about the new city you moved to, اخبره عن المدينة انت رحت لها. طيب هنا نقول له طبعا from من مين بقى, تعال نشوف اسمك ايه, اسمك ايمن, اكتب الايميل بتاعك ايمن او ايمن, ده طبعا اسم بتاعك انت ايمن at gmail دوت كوم. طيب من مين بقى رايح, رايح لمين انت؟ ده ايمن. رايح لمين بقى؟ شوف اسم صاحبك ايه. يور فريند مين از احمد, رايح لاحمد احمد ات ياهو دوت كوم زي ما هو مكتوب بالظبط ات ياهو دوت كوم. طيب الموضوع بقى عن ايه؟ سبجكت هتلاقيه بعد كلمه اباوت, هتلاقيه بعد اباوت تيلينج هيم اباوت او ذا نيو سيتي, عن المدينه انت قالوا له نيو سيتي the new city, هتلاقي دايما كلمة مش دايما عادة يعني اللي هو بتاع بعد كلمة ايه السبجكت بعد كلمة about. طيب هنا هنكتبه في النقط دي dear عزيزي, واللي رايح له عزيزي ايه احمد, dear عزيزي ايه احمد. نكتب له موضوع بقى عن المدينة اللي انت ايه رحت لها او المكان اللي انت رحت له بقى. نجيد هتقول له كده I moved to اليكس, انا انتقلت الى اليكس, اي مدينة رحت لها جديدة, اتنقلت ايه لمدينة اسكندرية. هقول له كده it is a wonderful it is a wonderful
فينا غلطة كنا بنيجي نعدل. A wonderful city، هي مدينة ايه جميلة. اوكي نكمل نقول له ايه كمان، هنقول له هنا my apartment is on third floor، شقتي في الدور الايه في الدور التالت. طيب ممكن نقول له كمان في حاجه تيجي ده ممكن نشوفها هنا. معلش هو عندي الكيبورد بيكتب بالمنظر ده فيعني بحاول قدر الامكان والله. هقول له there are many places you can visit، هناك العديد من الاماكن ممكن ازورها. طيب ايه تاني ممكن نقول له؟ بنروح البحر مثلا. I can swim in the sea، ممكن اقدر اعوم في البحر. ايه تاني ممكن نقول له؟ هناك مطاعم كثيرة. اقول له there are many restaurants، هناك العديد من المطاعم. يعني كفاية كده، يبقى احنا كتبنا حوالي 5 6 جمل على يو سيتي المدينة الجديدة. انت ممكن تكتب عن مدينة القاهرة الجيزة اللي انت عاوز. وبكده انتهينا من الوحدة الأولى بالكامل بكل ما فيها. تمام كده، بالتوفيق يا شباب، أشوفكم إن شاء الله في الوحدة القادمة.